الشناوي. محمد الشناوي بطل كبير جدا، لعيب وحارس مرمى. هو بص انسب عنوان ايه بقى للقصه دي؟ حارس الاهلي كما يجب ان يكون. هو ده حارس الاهلي. لما تبقى النادي الاهلي باسمك وتاريخك لازم يكون عندك حارس زي ده، حارس زي محمد الشناوي. هو ده اللي يرجح كفتك. كنا بنعاني في المركز ده بصراحه، لكن بقالنا سنتين ونص اهو، الحمد لله الدنيا مستقره، وربنا يكرمه يا رب ويثبته على المستوى ده. محمد الشناوي هو هيثبت على المستوى ده، لان هو بيشتغل صح جدا على نفسه، وعقليته هنا ممتازه في الحقيقه. فبالتالي خليني اعرض لحضراتكم تويته خاصه بفريق بايرن ميونخ، الحساب الرسمي ليهم على تويتر. هم واخدين تصريح لمحمد الشناوي في لقاء معانا امبارح في الطياره واحنا راجعين، وبيقولوا ان الشناوي قال: اخبرت نوير انه مثل الاعلى وانني سعيد باللعب امامه. التقيت به مرة أخرى بعد مباراة الأهلي وبالميرس أثناء توجهه للإحماء، وقدم لي التهنئة على المباراة وتمنى لي التوفيق. الحقيقة أنه حارس عالمي، وأنا كنت حريص جدا أن أسأل السؤال ده لمحمد الشناوي امبارح، لأن طبعا أنا شفت العلاقة المميزة جدا ما بينهم، كل واحد على الستوري الخاصة بيه على انستجرام نزل صورة مع التاني، وحاجة كانت لافتة مميزة جدا أن أنت يبقى عندك أفضل حارس في القارة الأفريقية مع افضل حارس في العالم مانويل. تعالوا نروح نشوف اللقاء ده ونرجع مره ثانيه. يلا. بمناسبه مباراه البايرن، شفنا علاقه ما بينك وما بين نوير، احد افضل الحراس في العالم، وحتى على السوشيال ميديا الستوريز بتاعت الانستجرام انتوا الاثنين. كلمني على الحديث اللي كان ما بينكم سواء في مباراه البايرن او حتى امبارح لما بارك لك بعد الفوز بالبرونزيه. لا خالص، انا بالنسبه لي ده، انا ده بالنسبه لي ده يعني، يا ده بالنسبه لي مثل الاعلى يعني. انا ده الوحيد اللي انا بتفرج عليه. انا طبعا بتفرج على الحراس كلهم كبار طبعا، بس ده اكتر واحد بحبه يعني، بتفرج عليها دايما من وجهه نظر انا طبعا يعني، وانا بحبه جدا طبعا. انا لما شفته كان انا كنت سعيد جدا، وقلت له انا سعيد ان انا شفتك النهارده وانا اكون موجود معاك النهارده، ورد بس نفس النظام وقال لي بالتوفيق في المستقبل وكلام كده، وبارك لي امبارح قال لي مبروك وان شاء الله برضه في المستقبل. بس ده اللي حصل بينه وبينه يعني، ما فيش كلام كتير خالص. اللي احنا كان داخلين على ماتش ما فيش كلام، هو بس الكلام بسيط. وبعد الماتش امبارح برضه نفس النظام، ما فيش كلام عشان كان نازل يسخن، هو بس قال لي مبروك وان شاء الله في المستقبل يبقى افضل. بس ده الكلام اللي انا بالنسبه لي ده حاجه تسعدني يعني، والحمد لله الواحد لما بيتمنى حاجه بتحصل يعني، ده بتوفيق من عند ربنا طبعا. والحمد لله اللي احنا طلعنا اجابات كتير جدا.